بسم الله. هنحط هنا الجبنه والسكر كلهم هنحطهم هنا. تمام. وبعدين هنبتدي دلوقتي نخلطهم. اتفضلي. تمام. اتفضلي. نضيف الليمون وبنضيف برش البرتقال. تمام. دلوقتي هنجيب كيس. انا عندي كيس حلواني، انا عندي هنا كميه هزود عليها بس. اوكي. الوصفه سهله جدا ويعني شكلها بيطلع حلو قوي وطعمها بيطلع حلو. انا شايفها بالتقديم هناك شيء اسهل ما يكون، سهله قوي. شاريهم منين دول؟ يعني تفرح كده. هنجيب بسكوت قمح. تمام. تمام. بسكوت قمح هنعمل مع بعض. ها نعمل اتنين بسكوت قمح كده اهو. هناخد دلوقتي المربى، اي نوع مربى انتوا بتحبوه. انا طبعا لاني حاطه برش برتقال فاخترت مربى البرتقال. هندهن واحده منهم، يعني احنا هنستعمل اتنين اتنين. فهندهن واحده بمربى البرتقال منهم. ممكن ندهن الاتنين بس انا شايفه واحده كفايه يعني. اوكي. بس لو حابين تدهنوا الاتنين عادي ممكن. تمام. كده وناخد دي برضو نحطها كده هنا. مربى برتقال عشان تعزز نكهه البرتقال شويه. ايوه بتدي طعم حلو كمان. طعم حلو. يلا هناخد ده دلوقتي. احنا خلصنا على فكره. ما انا عارف. هناخد الكريمه اللي عندنا وهنحطها بالشكل ده كده هنا. كده اوكي. كده هي نفس كريمه التشيز كيك، خلي بالك. فاحنا كاننا عاملين تشيز كيك. هناخد البسكوت اللي عندنا وهنحطه كده هنا. وهناخد البسكوت ده بقى كده زي ما هو كده، بس لازم نظبطها. بص خلينا نظبطها شويه كده. ظبطيك واحده مش فين مشكله. طبق ايش؟ طبق انا شلته اهو. طبق ايش الكريمه هذا كله يعني عشان بس ما حاب اجيب لك طبق ثاني. يلا مش مشكله كده بنظبطها. حطي هون اهي كده. وهنجيب جوز الهند وهنحط فيه الاطراف كده بالشكل ده. الله. وبعدين بنحطها كده هنا وبنجيب الكريمه ونبتدي نحط فوق من الكريمه بالاشكال اللي انتوا عايزينها كده. حطيتي عاد فوقيها فراوله وحط عليها نعنع. حطوا بقى فوقيها الاشكال اللي انتوا عايزينها. انا حطيت هناك زي ما انتوا شايفين يا عيني فراوله، بلو بيري، نعناع.